بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده هنعمل فيها ورقه ريشه اللحمه. ورقه ريشه اللحمه دي الموضوع كبير، تعالوا نشوف محتاجين ايه عشان تطلع الورقه في الاخر حاجه كده فخامه الفخامه. اول حاجه هعملها ان انا هختار اللحمه بتاعتي، وانا عندي النهارده لحمه بوميت، لحمه الريش في منتهى الروعه زي ما احنا شايفين. وقلنا قبل كده ان الكيس بيكون اللحمه فيه غامقه عشان مسحوب منه الهواء ومتفاكيم يعني، وبعد ما بطلعها بسيبها ربع ساعه ونص ساعه بتعرض للاكسجين بتبقى لونها احمر او لونها لون الوردي اللي قدامي ده. وجوده اللحمه بقيسها بتجزئه الدهون اللي جوه دي بالشكل الرخامي اللي هو الخطوط دي، بتخلي اللحمه لما تستوي تبقى طريه ما تنشفش، تطلع في الاخر عامله زي الزبده. تعالوا نشوف بقى هنعمل ورقه الريش ازاي. اول حاجه المكونات بتاعتي كيلو من الريش، بعد كده عندي فلفل الوان، بصل احمر، 2 طماطم، معلقه من الخل، معلقه كبيره من الزيت، معلقه كبيره من الثوم، 3 معالق كبار صلصه، معلقه كبيره من البابريكا، جوز الطيب، كركم، ملح، فلفل اسود، وورقه اللحمه احنا عارفين بيكون معاها خضار. عندك بقى بطاطس، كوسه، جزر، بروكلي، قرع، اي نوع خضار عندك. انا النهارده عندي جزر وكوسه وبطاطس وفلفل. عندك اي نوع خضار في الثلاجه عايز تزوديه مفيش اي مشكله، ممكن نشيل حاجه نحط حاجه، ممكن نحط نوع خضار واحد برده مفيش مشكله. خلينا نبدا على الطريقه ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هجيبها ان انا اجيب حله او صينيه بايركس او اي حاجه كبيره بتخش الفرن، وهجيب ورق زبده، وادي الحله بتاعتي. هجيب بقى ورق الزبده ومقاطع فرخ كده محترم. المفروض ان ورقه اللحمه بتتلف في فويل، بس الفويل فيه طبقه بتتعرض للاكل وفي طبقه، انا هنا هحط ميه عشان اسوي الاكل بتاعي فمش عايز احط فويل خالص. خلينا نستخدم ورق الزبده بس، هي ورقه فهنحط ورق الزبده. هعمل ورقه الزبده بالشكل ده وكده انا اول خطوه هعملها. الثانيه وان انا عايز اتبل اللحمه بتاعتي تتبيله كويسه، يبقى هتبلها من قبلها بساعه او قبلها بيوم. لحوم الانجوس احنا قلنا ان هي ما بتاخدش وقت في السوى، فلو تبلناها قبلها بساعه بس او بنص ساعه هتبقى طريه معاكي وزي الفل. اول حاجه هعملها اجيب البصله بتاعتي واقوم جايب المبشره واقوم بشر البصله دي كده بدايه. بعد ما هبشر البصله ودي كده لو انا بجهز التتبيله قبلها بيوم، هقوم رايح على زيت وخل. قلنا الزيت بيفتت الانسجه والخل بيخلي التتبيله تفضل جوه الانسجه بتاعه اللحم. ادي معلقه من الخل ومعلقه ومعلقتين من الزيت وكده انا جهزت اول حاجه، ناقصها بس شويه ملح وشويه فلفل. ممكن احط الفلفل من قبلها بيوم والملح اخليه في وقتها، او لو عايز تحط الاثنين مفيش اي مشكله. ادي الفلفل الاسود وادي الملح. ليه كتير كده؟ انا حاطط كتير كده عشان كميه الخضار اللي معايا مش قليله، انا تقريبا هحط 2 كيلو من الخضار مع كيلو اللحم. خدت كده البهارات بتاعتي والزيت، اقلب بقى الحاجات دي مع بعضها. بصوا بقى ايه، انا بشرت البصل عشان عايز الميه بتاعتها. طب والبشر ده هرميه؟ لا، هحطه برده هيبقى طعمه حلو في الصينيه وانا مش هشوحه فمش هيتحرق من النار. بعد كده بابريكا، معلقه كبيره عشان الخضار، كركم نفس الموضوع، جوزة الطيب هنا اختياري وانا حاطط رشه. بعد كده هاخد بقى ايه اللحمه بتاعتي وابتدي انزلها في التتبيله. بعد كده هاخد اللحمه واقوم جايب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده. بصوا انا عايز اخلي التتبيله تخش جوه اللحم بالشكل ده. هاخد التتبيله وابتدي ايه اعملها بالشكل ده كده عشان تشرب التتبيله وتشرب ميه البصل. اقلب بقى دي كويس كده. المفروض بقى ان انا بعد ما اوصل للخطوه دي اغطيها بستريتش واخليها في الثلاجه لتاني يوم او للساعه لحد ما الساعه ايه تعدي. طب الخضار بقى هبتدي اعمل ايه في الخضار؟ هجيب سكينه واجيب بقى الخضار بتاعي كله. عندي بصله، هبتدي اقطع بقى ايه البصل جوليان مثلا كده. عايزين بقى نعمل ورقه ريشه محترمه يعني. واخد البصل بتاعي واقوم رايح فين؟ على الحله الكبيره دي. كل حاجه بقى هقطعها اخدها واروح بيها احطها جوه الحله. بطاطس بعد ما اقشرها واحطها في ميه كده واصفيها من الميه، مكعبات اهي. ممكن نفس الموضوع
الكوسة، عندك حاجتين للكوسة. لو الكوسة في الحجم ده هقطعها على أربعة. طب لو الكوسة كبيرة شوية ولقيتها كبيرة، الحتة اللي جوه دي اسمها المرة، هتخلص منها ازاي؟ أقوم مقطعها كده. لو هي كبيرة يعني، دي مش كبيرة بس لو هي كبيرة يعني، أقوم مقطع كده وشايل الجزء اللي في النص. وده بيخلي ناس كتير قوي تكره الكوسة مع إن فيها فوائد كتير قوي وفيها مضاد حيوي طبيعي يعني. الجزر نفس الموضوع. بعد كده الفلفل، وانا هنا بشكل في الخضار كله عشان عايز كل الفوائد اللي في كل حاجه. كل حاجه من الخضار ليها فايده او فيها فيتامينات معينه او حاجه معينه، فانا عايز يبقى عندي تشكيله بحيث ان اللي ياكل من الاكل بتاعي او الاكل اللي انا عاملاه في البيت يبقى كده ايه، جسمه استفاد من كل الحاجات اللي هو محتاجها طبيعيه. ادي كده التقطيعات بتاعتنا، وكل حاجه هقطعها هروح بيها فين؟ على الحله. واكمل بقى الخضار ونرجع نشوف بعد كده هنعمل ايه. ممكن اخد شويه من الخضار على اللحمه. طب انت حطيت توابل كتير قوي على اللحمه، انا حطيت توابل كتير عشان تظبط الخضار وعشان احل ده والخضار بتاعي يستوي كويس. هقوم جايب ميه، تقريبا كوبايه من الميه كده، واقوم مقلب بقى الخضار مع الميه دي عشان انزل بقى ايه التوابل الكتير دي تنزل على الخضار. عندك بقى روزماري وزعتر زرعهم في البيت كده وبتاخدي فريش، عندك فريش في البيت حطي عود ولا اتنين في وسط الكلام ده، هيطلع ريحه جهنميه. بعد ما حطيت الميه كده هقوم جايب بقى ايه الطماطم بتاعتي، هقوم مقطعها شرايح كده، قطعت شرايح الطماطم، هقوم واخد الطماطم بتاعتي على اللحمه، وادي الثوم وادي الصلصه، واقوم مقلب بقى كل الكلام ده ببعضه كده. وبعد كده هروح انزل بقى فيه فين؟ على الحله مع بقيه الخضر. واقول بسم الله كده واروح على الحله بتاعتي واقوم نازل بقى كده. طب انت ما قلبتش الخضار كله؟ لا ما انا قلبت، وده لما هقلب لما هقفل كده واعمل كده كله بيتقلب في بعض. بعد كده اقوم قافل دي كويس. عايز بقى احط فويل، احط فويل من فوق. بلاش تحط فويل على الاكل مباشر عشان موضوع الرصاص اللي في الفويل نفسه ما يبقاش جوه الاكل. بعد كده هجيب الفويل وعلى الجنب ده بقى، انا بصوا اللي بيلمع قوي ده هو اللي يتعرض ناحيه الاكل، ده لو تعرض للحراره هتقع منه ايه حتت صغيره كده، فانا مش عايز اخش في القصه دي. عامل كده ده لو انا عايز يعني. عايز اقفل الهواء كويس، بس انا الحله الجرانيت عندي ممتازه ما بتسربش هواء، بس انا بعمل كده عشان لو انت بتعملي في البيت في اي حاجه تقدري ايه تكتمي الحله كويس فتستوجب البخار وتبقى مظبوطه يعني. انا عندي الحله الجرانيت بتاعتي جايبها من سفره بتخش الفرن والغطا بتاعها ما يحرقش وزي الفل. عملت كل الكلام ده هقوم رايح على الفرن، نقول بسم الله كده، هنزل الشبكه تحت خالص واقوم مدخل الحله بتاعتي واسيبها من ساعه لساعه وربع بالكتير قوي. وتفرجي بقى على احلى ورقه ريشه ممكن تاخديها، ودرجه الحراره بتاعتنا من 200 ل 220، بلاش تبقى اكتر من كده. خلصت كده ساعه وربع، تعالوا نشوف نتيجه ورقه الريشه اللي في الحله الكبيره اللي الشيف محمد عملها لنا النهارده دي. نقول بسم الله كده ونفتح ونشوف بقى ايه اللحم الانجوز ده عامل ايه واستوى ازاي وايه كانت نتيجته في الاخر. نفتح كده بقى بسم الله. بصوا بقى ايه الموضوع بيغلي وحلو جدا. ادي حته الريشه، بصوا بقى ايه ده الفرق بتاع اللحمه بتاعتنا النهارده. انا ادوس عليها بايديا كده تتقطع يعني، دي بقى لو انا هاكلها فالموضوع هيبقى في منتهى السهوله جدا يعني. بعد كده هعمل بقى شويه رز بشعريه، لازم بقى تعملي كده بما ان الاكله يعني متكلفة النهارده جامد. تاخد بقى الخضار بتاعي ده كده واقوم رايح فوق الرز او فوق السرفيز اللي انا هقدم عليه، وابتدي بقى ارص الخضار اللي كله فايده وكله ايه حاجات كويسه كده. وقلنا ان احنا ممكن نخلي نوع الخضار حاجه واحده لو انتوا بتحبوا ده. تشكيله كده بسم الله، باخد بقى الريش فوق على الوش كده، ريشه من غير عظمه هي يعني، بصوا مش محتاجه مجهود تتاكل بس. حط بقى قطع اللحمه كلها كده، اللحمه كلها قطعيه واحده، وده بيسهل علينا ان الجزار ما يبقاش حاطط لنا حته لحمه كده او اي من اي حته تانيه، فلاقي جزء مستوي حلو قوي وجزء مغلبني في التسويه. وكده عملنا ورقه الريشه بطريقه سهله جدا في البيت بلحم الانجوس. الموضوع مختلف، لازم تجربوه، هيريحكم كتير قوي في التسويه وفي الطعم، حتى طعم كده بلدي مختلف جدا. وبكده خلاص عملنا الوصفه. عايزين نفكركم بمسابقه برنامجنا، وهي من اي موبايل على 1760 او من اي تليفون ارضي على 0997 60. فاصل صغير وراجعين.
اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا ورقه الريشه والموضوع زي ما انتم شايفين كده حاجه في العزومه تبقى زي الفل. دلوقتي نعمل مع بعض الزلابيه او لقمه القاضي او العوامات بطريقه سهله كده وبسيطه. محتاجين نعمل الشربات الاول عشان يبقى تقيل ومظبوط الاول، بعد كده نروح على العجينه. فانا هقول لك الشربات وحطه على النار ووريكي خطوات نجاح العجينه وازاي تطلع معاكي مظبوطه، ما تعملش الاشباح والعفاريت والحاجات اللي تحط الزلابيه في الزيت نلاقي حاجات غريبه كده والايه كوره تطلع كوره. اول حاجه المكونات بتاعتي عندي للشربات 3 كوبايات من السكر، كوبايتين من الميه، معلقه كبيره من عصير الليمون، ورشه فانيليا. ممكن احط حبهان، ممكن احط قرفه، ممكن احط قرنفل، اي حاجه من الحاجات العطريه دي تدي لي طعم للشربات. هاخد الشربات في الاول واقوم حاطط الشربات عشان احنا الشربات لازم يكون جاهز. ادي 3 كوبايات من السكر، كوبايتين من الميه، واقوم رايح على المضرب بتاعي ومقلب السكر عشان ايه ما يخليليش الشربات بتاعي لونه غامق. طب انا عندي سكر اصفر او خشن وعايز اعمل الشربات بس عايزاه يبقى لونه ابيض، ايه الحل؟ رشه ملح ليمون صغيره على الشربات هتخليه ابيض زي المايه المعدنيه كده. اقلب دول والسكر هيدوب طبعا على النار، وانا شغال هحط ايه الفانيليا وعصير الليمون. خلي بالك عصير الليمون لو قللتي عن المعلقه هتلاقي الشربات خفيف قوي مش هيربط معاكي. وهسيب ده على النار ونروح بعد كده على العجينه. طب ايه مكونات العجينه؟ نص كيلو من الدقيق، جميع الاستخدامات 3 كوبايات ونص، بعد كده نص كوبايه نشا، ربع كوبايه زيت، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، معلقه كبيره من السكر، رشه ملح، وميه دافيه للعجينه. او خلينا نعجن بميه ساقعه عشان اسهل عليكي خطوه صغيره. انا عندي نشا فين في المكونات؟ اهي ادي النشا بتاعتي. والنشا لو انا حطيت دي في الاول وعجنت بيها هتواجهني مشكله ان النشا هتبقى عامله كلاكيع صغيره في الزلابيه ولما اجي اقليها هتبان. يبقى احط النشا الاول واحط شويه ميه وابتدي اعجن بايديا. هو مش هنعجن بعجان، بايدينا كده في البيت هنعمل كده، هدوب النشا عشان ما يعمليش ايه بقى الكور اللي بيعملها دي. بعد كده على النشا السكر وادوب، وهي لازم تتعمل بالايد، صعب قوي ان انا اشتغل بجوانتي في عجينه الزلابيه. الزيت. طب احنا دلوقتي هنعمل الزلابيه مقرمشه، انا عايزه طريه، احط زبادي، حطي نص كوبايه زبادي على المقدار ده هتطلع معاكي طريه وزي الفل. خميره. بعد ما هعمل السايل ده كده هقوم واخد بقى الدقيق وانزل بشويه واقلب تاني واخلي بقى الميه جنبي عشان اظبط العجينه بتاعتي. بس انا بعمل عجينه هوريك قوامها هعمل ازاي. انزل بالميه كده واقلب. كل ما تحط دي واحدة واحدة كل ما يسهل عليك. خلينا ننزل كده. كل ما الاقي العجينة بتشد اقوم حاطط مية. اقعد اعمل كده، لازم بقى الخبطات دي. طب انا عايز اعرف احنا وصلنا للميه مظبوطه ولا لا، هعمل كده بسحب العجينه قطعت مني كده، يبقى محتاجه ايه سنه ميه، ولما اوصل لده احط ميه قليله قوي، شويه صغيرين شويه صغيرين، وافضل اكمل كده. ادخل الميه في العجينه بتاعتي تاني، خبط فيها جامد كده عشان اطلع الهواء اللي فيها، واسحب لفوق. لسه عايزه ميه تاني ازود. الم كده ايه العجينه اللي في الجناب او في الطبق اللي انا بعجن بيه. اعمليها مره واحده بس هتظبط معاكي خلاص، بعد كده هتعمليها احسن من الجاهزه بكتير قوي. بعد كده هسحب لفوق. بصوا العجينه بتنزل ازاي، نازله شريط اهو تاني. الشريط اللي نازل ده ما قطعتش كده العجينه بتاعتي مظبوطه. هقوم قافل بقى ده كده ولم العجينه واروح احط الحاجات اللي ناقصه على الشربات وهسيبها بقى لحد ما تخمر عشان تظبط لي الكلام. بعد كده ايه هقوم جايب الاسترتش واقفل بقى كويس عشان العجينه بتاعتي ما تبص وما ينفعش يخش لها هوا خالص. هقفل كده، احس الحته دي اقوم قافلها كويس واحطها بقى في مكان دافي
واروح اكمل ايه الشربات بتاعي. طبعا انت لازم تعملي الشربات قبلها. انا خلصت دي كده اسيبها هنا عشان في مكان دافي يعني، واقوم رايح على الشربات بتاعي، حاطط شويه الفانيليا وحاطط معلقه عصير الليمون، وادي تقليبه واحده كده واسيبه على النار لحد ما يبرد. خلاص كده الشربات بتاعي بقى جاهز اتعقد، هرفعه من على النار واسيبه بقى يهدى، واروح بعد كده على العجينه اللي خلاص خمرت، وازاي بقى نشكل اشكال الزلابيه بتاعتنا وتطلع مظبوط. نغسل بقى العين الزياده دي، وادي الزيت على النار، افتح كده بسم الله. وبايديا بقى كده لازم افرغ الهواء اللي جوه العجينه. بص كده العجينه عامله ازاي. بعد ما هتعملي كده هتجيبي بقى معلقه كبيره ومعلقه صغيره على حسب ما انت عايز تعملي الزلابيه. هقوم جايب ايديا، هقفل ايديا كده على العجينه عشان تطلع من النص، واقوم جايب بقى معلقه او معلقه كبيره او صغيره وزيت جنبي، والمعلقه في زيت ليه؟ عشان العجينه ما تلزقش في المعلقه وتغلبني كده. هقوم قاطع من هنا ونازل في الزيت. بصوا معلقه فيها زيت فايه بتزحلق العجينه. عايز صغيره اهو برده مفيش مشكله، الموضوع ايه بس. واخد وانزل، حسيت ان العجينه في ايديا فضيت، اقوم نازل جوه العجينه كده واخد تاني، واقوم قاطع واهو رايح على الزيت. وحد بقى جنبي يقلب ايه الزلابيه على طول بسرعه بقى عشان ايه الزيت سخن فما تاخدش لون معانا. مش هتنزل كوره في الاول مظبوطه قوي، بس اهي بصوا بتطلع في الزيت تبقى الكوره. ابعدهم عن بعض عشان ما يلزقوش في بعض. واكمل تاني. انت بقى ممكن تخلي بقى بنتك اختك تساعدك، اي حد بقى ايه يساهم في الموضوع ده عشان تطلع زي الجاهزه بالظبط. بصوا يعني بسم الله ما شاء الله الموضوع اهو قدامنا، والكوره طالعه كوره ومفيش اشباح الحمد لله، والعجينه مظبوطه جدا. طيب في حاجه تاني نحتاج نعملها في عجينه الزلابيه، ان انا لازم اسوي الزلابيه على مرتين، ما ينفعش اسويها مره واحده. يعني انا هعمل كده واقوم رايح جايب اي حاجه هقلب بيها، وافضل اقلب كده عشان ما تتحمرش مني جنب وجنب، وبعد كده اطلعها على طبق وانزل تاني واسوي تاني، وارجع بعد كده اكمل التسويه في الاخر. دي الكوره طبق بقى كده جنبينا. هي لسه نص سوا كده، هقوم واخدها. ودي كده الطريقه المظبوطه قوي للزلابيا، طلعها من الزيت ايدهم بس عن بعض، باخد قبل ما تحمر كده ارفع فضي الزيت خالص، واقوم رايح برضو على ايه العجينه تاني، لف دي كده تاني عشان اسحب منها الهواء. كل مره هسيبها او كل ما بتعرض لحراره بتطلع هواء تاني. اقوم جاي هنا كده دايس، جايب المعلقه واخد واحط فين في الزيت. الحمد لله مفيش اي اشكال غريبه، الموضوع سهل. كل الخطوات اللي انت بتعمليها عشان تطلع معاكي الزلابيه مظبوطه اهي. هاخد بقى الوش ده واسيبه يستوي نص سوا زي اللي قدامي، وبعد كده هرفع ده وانزل ده، وهكذا بقى لحد ما اخلص الكميه بتاعته. اقلب كده عشان ايه ما تاخدش لون من تحت وتسهل عليا، عشان كده بقول لك ان لو حد ساعدك فيها يبقى احسن. بعد ما هنحمر في الزيت كده هقوم جايب بقى طبق عليه مناديل، واسحب اطلع على المناديل عشان اصفي الزيت. وبعد كده هجيب بقى الشربات بتاعي اللي انا جهزته قبل ما ابدا في الزلابيه، واقوم واخد الزلابيه الجاهزه رايح بيها على ايه على الشربات، واقلبها بقى في الشربات كده عشان تشرب السكر بتاعي. وبعد كده هجيب طبق صغير واطلعها عليه. ممكن تقدمي بقى الزلابيا مع صوص كراميل، او مع صوص شوكولاته، او مع سكر بودره، وممكن نحط معلقتين من الكاكاو على نص كميه العجين بتاعتنا اللي احنا عملناها عشان تبقى
الزلابيا بتاعتنا جاهزه بنفس الشكل. وبكده عملنا الزلابيا بطريقه بسيطه جدا، وعملنا ورقه الريش بطريقه سهله. وكده خلصت حلقتنا النهارده، اشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.